بالنسبة لقلعة حارم فهي من القلاع التي تعود للعصر الأيوبي، تشبه كثيرا قلاع الأيوبيين في حمص وحما وأيضا حلب. تتشابه قلعة حارم مع قلعة المضيق بشكل كبير، وأيضا قلعة بصرة ذات الشكل النصف دائري. كشفت التنقيبات التي قامت بها البعثات الوطنية والأجنبية عن وجود مخازن وحمامات وقصور كقصر الإمارة بداخل القلعة. طبعا القلعة تتربع على تل يصل ارتفاعه لأكثر من 25 متر، يحوط به خندق بعرض حوالي 12 متر. كل فترة يعني نطلع لهنا على قلعة حارم، كونها القلعة يعني مرتفعة وعليها يوجد يعني مناظر جدا حلوة، فالواحد يعني نحن نطلع حتى نروح نفسنا شوي، يعني نهرب، خلينا نقول نهرب من ضغوطات الحياة كوننا نازحين يعني ونواجه الكثير يعني ضغوطات، فنطلع المنطقة اللي هين نروح شوي عن حالنا، مكان يعني هادي، إضافة إنه القلعة يعني قلعة أثرية يعني جدا منظرها كمان حلو.